ثلاث أمور لا تسويها بجوالك لأنها تدينك وتعرضك للعقوبة كالسجن والجلد. أعرف أنه أغلبكم بيقول يا غادة مين فاضي يسوي مشكلة على هالشيء، أو مين راح يشتكي على أمور سخيفة، لكن هذه قضايا شوف عيني، وحبيت أنبهكم لأنه البعض يشوفها سخيفة بينما هي عواقبها وخيمة. أولاً، إذا صورت شخص بجوالك وقال لك امسحها، يا عزيزي امسحها ولا تجادله، وإذا طلب منك إثبات على حذف الصورة برضو اثبت له ولا تعاند. وإذا كنت تصور من باب توثيق خبر أو نشر فيلم أو إعلان أو غيره، لا تكتفي بالإذن الشفوي، خذ منه إذن مكتوب. الشيء الثاني، لا ترسل شتايم وسب برسائل واتساب أو مسجات عادية حتى لو من باب المزح والميانة. وبرضو لا تتمشكل مع الناس إلكترونيا وتناقشهم بأمور تعتبر هي من الثوابت سواء كانت سياسية ولا دينية، حتى لو هذه الأشياء ما هي بعاجبتك، رأيك هذا احتفظ فيه لنفسك لأن المحادثات تدين. ثالثا وهذه أهمها لأن كثير يحسبها هينة، لا تحتفظ بأمور أو مقاطع جنسية وأشياء أنت هببتها وقل الله يستر علي فوق الأرض وتحت الأرض. باختصار يعني بلاويكم لا توثقونها وتجيبون العيد بأنفسكم، لأن جوالكم ما تدرون مين ممكن يهكره أو يسرقه، أو لا قدر الله ممكن تتواجه دعوة في يوم من الأيام وتضطر أنك تسلم جوالك لجهات اختصاص ويحققون معاك ويفتشونه، وتكون هذه الأمور تدينك. لذلك انت